السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة النهاردة تاني حلقة من تفسير أحلامكم اللي كتبتوها في الكومنتات اللي على الحلقة الأخيرة اللي عملتها. بنبدأ بالصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا حلم أختنا اسمها دينا جمال، بعتالي قالت لي السلام عليكم ورحمة الله. حبيبتي أمي حلمت إن هي مامتها كانت بتعجن عجينة عيش وفجأة لقت فيها خنافس كبيرة، والبنت قالت لها ايه دوت، وهي ايه كانت بتداريهم منها علشان ايه ما تقرفش. لما تشوفي العيش اللي مامتك بتخبزه وكان فيه خنافس فهو بيرمز بستات كبيرة. الخنافس دي بترمز لستات كبيرة في السن، بتدخل البيت عندكو وبتبص في العيشة بتاعتكو وبتبص لمامتك وبتبصلكوا في حياتكوا وبتخرج كل أسراركوا برا. فدي رؤية تحذيرية، فتحاولي تحذري وتحذري مامتك عن أي ستات كبيرة في السن هي بتدخلهم بيتها وبتأمن لهم وبتحكي لهم أسرارهم بكل طيبة وحنان، وبتحكي كل حاجة ليهم وهم بيطلعوا كل الأسرار اللي مامتك بتحكيها ديت بتطلعها برا، وبتتكلم عليكو مع ناس هي أصلا الناس دي ما بتحبكوش. فايه فتشوفوا مين الست ديت او مين الستات ديت، بالنسبه لانك ما شفتيش خنفسه واحده، انت شفتي جميع خنافس يعني كذا خنفسه كبيره. فشوفي مين ستات كبار في السن بيدخلوا بيتكو وعاملين ان هم حبايبكو وهم في الاساس بيخرجوا يتكلموا عليكو بره مع ناس، فحذروا منهم وحاولوا تبعدوا عنهم وما تدخلوهمش بيتكو وما تعرفوهمش اسرار حياتكو. وده تفسير حلمك والله أعلى وأعلم. معانا حلم تاني من أخت بتقول إن هي شافت إن هي في بيت أهلها، وإن هي شافت إن المطرة بتنزل وشافت النجوم وشافت إن السماء بتلمع. الحلم ده كان بعد صلاة الفجر، وشافت وكانت مندهشة من المنظر الجميل، وإن هي النجوم كانت من كتر ما هي بتقرب منها كانت هتسقط داخل البيت بتاعها، وهي منفصلة وليس لديها أطفال. تفسير حلمك وقوفك جوه البيت نفسه وانك تشوفي النجوم وانك تشوفي السماء بتلمع، هتسكت في بيتك او تسكت تدخل جوه البيت عندك، ده بيدل على خير كتير قوي جاي لاهل بيتك، انك شفتي المنظر الجميل دوت وانتي في بيت اهلك، وفي رزق وخير جاي بالتحديد لاخواتك، لعل يكون ميراث، لعل يكون فرصة شغل، فرصة عمل جديدة، رزق خير، أبواب كانت مغلقة هتتفتح قدامهم. بالنسبة لأن الحلم بيرمز ليكي ولإخواتك، لأن النجوم بترمز بالإخوات، فدي بشرة ليكي ولإخواتك إن في رزق كتير جاي وخير كتير. والرزق والخير ما بيبقوش بس فلوس، بيبقوا كمان صحة، بيبقى شفاء من مرض، بيبقى فك كرب حد من اخواتك، بتبقى فرصة عمل جديدة، فرصة شغل، فرصة انجاب. فالرزق ما تحددش مخصوص علشان خاطر الفلوس. فابشري وحلمك حلو والله اعلى واعلم. ومعانا حلم كمان من اختنا واحدة اسمها عائشة محمد، بعتالي بتقولي ان هي كانت في خطوبة وكانوا في نساء بيسلموا عليها، وهي سابتهم ورجعت البيت، وكان معاها مفاتيح كتير، وكانت معاها اختها وبدأت تفتح في الابواب، وكان في باب مزهقها، وبعد كده شافت حريق ومسكت خرطوم كانت عايزة تطفي الحريق وهي عزباء. فهو حلمك رؤية المفاتيح، رؤية المفاتيح، رؤية المفاتيح في حد ذاتها فهي تفتح لأبواب، أبواب رزق كتير قوي، تفتح أبواب رزق كتير ليكي. يعني مثلا تفتح باب خطوبة ليكي، تفتح باب نجاح في الدراسة، تفتح باب شغل، صحة، لحاجة انت بتتمنيها. رؤية المفاتيح وفتح البيبان فهو رزق كتير وخير جايلك تصنفيه زي ما انت عايزة. انت بتتمني شغل فالشغل هيجي، لو بتتمني خطوبة فالخطوبة هتيجي في القريب، لو بتتمني نجاح في دراسة فربنا هيوفقك وهيفتح لك الأبواب المغلقة وهتنجحي.
بالذات الباب اللي انت فضلت تفتحي فيه وكان معصلك معاكي ومش عايز يفتح كويس، ده بيرمز بخطوبة وزواج ليكي، بس هيكون فيه شوية عقوبات ولكن هتتحل. انك تشوفي النار فهو ده فتنة وكلام سيء، فهي مشكلة وهيكون في ايدك حلها وهتحليها بإذن الله، والله أعلى وأعلم. وده تفسير حلمك. وفي معانا حلم تاني من أختي، بتقول إن هي حلمت إن هي كانت ماشية من جنب بيتها وشافت المطرة ورفعت إيديها للسماء وبدأت تدعي. لما شافت المطرة بدأت تدعي وقالت يا رب ارزقني بالذرية الصالحة واشفي أمي واطلق سراح أخي ويسر حال زوجي. وبعدين مشيت شوية ولقيت أم زوجها اللي هي حماتها وأعطت لها خبزة من كعك وقالت إيه، وهي قالت لها لا خديها واديها لبنتك اللي هي أخت زوجها. فإنك تشوفي المطرة في حد ذاتها، فالمطرة لوحدها بتدل على خير ورزق. دعية ساعة نزول المطر بيدل على إنك مقربة جدا من الله وإن دعائك مستجاب بإذن الله. إنك تدعي ساعة نزول المطر ده رؤية من عند الله بيرمز لك فيها إن أدعيتك اللي دعيتيها ساعة نزول المطر دي كلها بإذن الله مستجابة وربنا هيتقبلها منك. العيش او الكعكة اللي هي جاتلك وانتي رجعتيها تاني لحماتك او اتبرعتي بيها لحماتك واخت جوزك مرضتيش تاخديها، دل على انك خيرة وانك سخية، ما بيهمكيش القرش وما بيهمكيش الفلوس وانك مش انسانة مادية. يدل كمان انك بتحب الخير للناس، وده تفسير حلمك والله اعلى واعلم. ومعانا حلم تاني من اخت اسمها ام هاجر، بتقول ان هي شافت ان هي وزوجها كانوا ماشيين وشافوا ماء متسخ وخافت تغرق وكانت بتحاول تهرب هي وجوزها من الماء العاكر دوت، ولكن كان بيتكاثر، لكن الحمد لله ما غرقوش فيه وما حصلش حاجة. فالماء العاكر ديت بتدل على شوية مشاكل، شوية هموم، ازمة مادية بتمر بيها انت وزوجك، لان الماء العكر بيدل على حاجات كتير كلها، منها الهموم، منها المشاكل، منها الازمة المادية، وان هي تفضل تيجي وراكوا وتتكاثر وانتوا بتحاولوا تهربوا منها. حلمك بيدل على انكوا عايزين تتخلصوا من الهموم والمشاكل او الازمات المادية اللي بتمر بيها انت وزوجك ديت، ولكن هي عمالة تتكاثر وتيجي وراكوا، لكن ان انتوا تخلصوا منها وما تأذيكوش المية دي وما تجيش عليكوا وتطلعوا منها سالمين والحمد لله، فبيدل على انكوا هتطلعوا من الازمة اللي انتوا بتمروا بيها ديت، اذا كان ازمة مادية او ازمة صحية او اي ازمة بتمر فيها في الوقت الحالي هتطلعوا منها سلام وهتمر الحمد لله، وانكم هتطلعوا منها على خير الحمد لله، والله اعلى واعلم. وده تفسير حلمك. ومعانا حلم كمان واحده بتقول ان هي عزباء وشافت ان هي كانت في منزلها وكانت بتصبغ شعرها بني وعملت خصلات وكانت بتجرب اللون، وبعد كده شافت خالها وكلام كتير جدا. فرؤية الصبغة وانك تشوف انك بتصبغي شعرك بلون وكان عاجبك، فده بيدل على انتقال من حال لحال احسن، لحال احسن والحال اعلى، وبيرمز كمان بخطوبة ليكي وزواج من شخص كويس انت بتتمنيه، شخص هيكون محترم، هيكون حالته المادية كويسة، هتكوني مبسوطة بالخطوبة والزواج ديت. وده تفسير حلمك، ولكن بقيت الحلم اللي انت كاتباه كله مجرد من عقلك الباطل وليس له تفسير. الحلم مش بيبقى كله ليه تفسير، ساعات بنحلم حلم طويل جدا والاخر نلاقي تفسيره مجرد رمز بس، الحلم بيبقى فيه رموز بناخدها ونفسرها. فانت حلمك رمزه في صبغة الشعر وانك بتصبغي شعرك، لكن انك شفتي خالك وانك مشيتي وطلعتي وروحتي وجيتي ده كله بيبقى ملوش تفسير. وده تفسير حلمك والله اعلى واعلم. ومعانا حلم كمان من اختي، بتقول ان هي شافت فراشة وان هي كانت خارجة والفراشة ديت حاولت تيجي على ايد بنتها وهي هشتها، وبعد كده حاولت ان هي تيجي عليها تاني، وبعد كده دخلت في ودنها وهي قعدت تصرخ وتنادي اهلها وتقول لهم الفراشة دخلت في ودن بنتي، وهي بنتها عندها ايه سنة ونص او شهرين ونص.
فلان بنتك عندها شهر ونص، فانت على طول متخوفه عليها وعلى طول قلقانه عليها، فايه فربنا فالشيطان جاب لك الحلم دوت علشان يقلقك عليها وعلشان يخضك عليها وتصحي متضايقه ومخضوضه. فدوت فحلمك ده مجرد من الشيطان. الفراشه ديت الفراشة خير ورزق وحاجة حلوة جدا في الحلم، لكن ان هي كانت بتضايقك وحاولت تدخل ودن بنتك او دخلت بالفعل او الكلام ده كله، فده بيبقى شيطان عايز يضايقك في الحلم ويقلق منامك ويخوفك على بنتك. طبيعي ان كلنا لما بيكون عندنا طفل في السن دوت شهر اتنين تلاتة بنبقى متخوفين عليه جدا وعلى طول قلقانين، حتى بنبقى نايمين مش مركزين احنا نايمين ولا صحيين علشان قلقانين عليه، فده من عقلك الباطن ومن الشيطان. فاستعيذي بالشيطان قبل ما تنامي وخدي بنتك في حضنك وان شاء الله خير. وده تفسير حلمك والله اعلى واعلم. وده يكون اخر تفسير معانا في حلقة التفسير اللي بتكتبوها في الكومنتات. الحلقة ديت الكومنتات اللي هتكتب لي تحت الحلقة ديت هفسر بيها حلقة ان شاء الله الحلقة الجاية هتكون بالكومنتات اللي كتبت لي على الحلقة ديت. الحلقة اللي فاتت خلاص كده انا خلصتها، يعني لو كتب لي عليها احلام انا مش هفسرها، فاي حد محتاج يفسر حلمي يكتب لي على الحلقة الاخيرة ديت وانا هفسرها له في الحلقة الجاية. واهم حاجة ما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.